رحم الله الضحايا في مدينة عزاز. سيارة ملغمة انفجرت في مدخل المدينة عند حاجز الشط، فراح ضحيتها 9 وجرح 11. الدفاع المدني يقول إن إصابات من بين الإصابات حالات خطرة جدا. رحم الله السوريين أينما كانوا على هذه الأرض. قتلنا بشتى أنواع القتل، وقتلنا تقريبا معظم القتلة على سطح الأرض، لكننا ما زلنا أحياء، ما زلنا أحياء، ما زلنا نحاول أن نكون أحياء. هذا ما جناه الأسد علينا، وما جنته إيران، وما جناه 3/4 الكوكب تقريبا على السوريين. رحم الله الضحايا في مدينة عزاز، ونسأل الله السلامة والشفاء للمصابين. اليوم فيما تبقى كالعادة، وهذه هي اليوميات السورية، قتل هنا، مصيبة هناك، تصريح هنا، تصريح هناك، كله يصب في إطار هذه البقعة من الأرض التي انتكبت أيما نكبة. اليوم الإيرانيون بدأوا بالتراجع، يخففون اللهجة قليلا، يخففون الوطأ، ووزير خارجيتهم يتصل بوزير خارجية النظام ويبحثان شؤون المنطقة. بعيدا قليلا عن دمشق باتجاه الغرب، هناك حسن نصر الله الذي ما زالت المنطقة تترقب رده. في ضيافتنا اليوم شخصية لبنانية وازنة سوف تتحدث لنا عن موقف اللبنانيين، عموم اللبنانيين من رغبة حسن نصر الله، سواء صعد أو لم يصعد. حياكم الله فيما تبقى. قالت وسائل إعلام إيرانية أن طهران ربما تكون قد علقت ثارها لاغتيال إسماعيل الهنية، وسط انتقادات لكثرة تفاخر المسؤولين الإيرانيين بعملية الوعد الصادق من دون تنفيذ انتقام حقيقي. يبدو أن التلويح بشن حرب شاملة يمكن أن تغير شكل الشرق الأوسط إلى الأبد قد خفف من حدة تهديدات إيران في الرد على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، ودفعها للتلميح إلى وجود بدائل عن الرد العسكري، بالتزامن مع انتقاد وسائل إعلام إيرانية لكثرة التفاخر بعملية الوعد الصادق من دون تنفيذ انتقام حقيقي. ولعل تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن طهران تتحرك وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية يشير إلى تراجع إيران عن الانتقام، كما أن تصريحات مدير حملته الانتخابية علي عبد العليزادة الداعية إلى تدمير قنوات التجسس الإسرائيلية في إيران وتجنب أي صراع مع الخارج تصب في السياق ذاته، بينما رأت صحيفة هامدلي الإيرانية أن طهران ربما تكون قد علقت ثأرها، خاصة أن خطأ حسابيا واحدا من أطراف الصراع قد يجرها جميعا إلى حرب شاملة وواسعة النطاق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وزير الخارجية بالإنابة علي باقري كني لمح إلى إمكانية استخدام أدوات أخرى في الرد على إسرائيل بعيدا عن الخيارات العسكرية، وهذا ما أكدته صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين والذين ربطوا تراجع إيران عن شن هجوم انتقامي باستعراض القوة الأمريكية في الشرق الأوسط. وفي ظل تأخر الرد الإيراني سارعت الصحف المقربة من النظام إلى تبرير إطالة موعد الرد وطمأنت المستائين من جمهور محور المقاومة، حيث تقول صحيفة جوان المقربة من الحرس الثوري إن هذه الإطالة متعمدة وهي تنهك إسرائيل وتستنزف قواها، مع تأكيدها أن الرد آت لا محالة
ما يترك سيناريوهات اندلاع المواجهة قائمة، إذ لا تزال المنطقة تلبس ثوب الحرب. يعني خفف الأشقاء الإيرانيون اللهجة، بدأوا يعني يتلاعبون بالكلمات، بدأوا يرقصون بالكلمات، وكأن روح نزار قباني الآن تستوطن في طهران بكسر الطاء وليس بفتحها كما يصر البعض، وكأن يعني روح نزار قباني موجودة الآن في طهران، لأنه يعني تلاعب بالألفاظ، تلاعب بالمفردات. طيب يعني ماذا سوف نفهم من هذا الكلام؟ بدأت الصحافة الغربية واشنطن بوست مثلا تقول لا يعني ربما تراجع الإيرانيون قليلا في زحمة هذا الذي يحدث. وزير الخارجية الإيراني يتصل، علي باقر كني يتصل بفيصل المقداد وزير خارجية النظام، لماذا؟ قال لك والله لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وبشكل خاص التصعيد الإسرائيلي واعتداءاته التي طالت مؤخرا عددا من دول المنطقة. طيب جيد، ثم ماذا؟ والجريمة التي اقترفها الكيان الصهيوني في طهران وإلى آخره. المهم الوزير المقداد ماذا أوضح؟ أوضح أن الكيان الصهيوني مستمر في سياسته القائمة على التصعيد وتوسيع نطاق عدوانه في المنطقة وإمعانه بارتكام جرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وبشكل خاص في غزة. معروف، شكرا معالي الوزير. هل هناك شيء آخر؟ هل في جعبتك شيء آخر؟ مؤكدا وقوف سوريا إلى جانب إيران وقوى المقاومة للتصدي لهذه الاعتداءات والجرائم الصهيونية، ومشيدا بالجهود التي تبذلها طهران ليوقف الجرائم الصهيونية ووضع حد لها. من ثم أعرب الوزيران وقال الوزيران وأكد الوزيران على مواصلة التشاور والكذا، يعني الأمور طيبة بين الوزيرين. الإيرانيون مثلا الواشنطن بوست قالت لا، أن هناك قناعة في طهران أنه والله ليس مقذوف هذا الذي ضرب على غرفة إسماعيل هنية رحمة الله عليه، لا قال لك عبوة ناسفة أو تحت السرير. قال والله إذا قال طهران عبوة ناسفة فبالتالي الرد يكون أخف، لأن العبوة بالعبوة والبادة أظلم، فليحذر كل المسؤولين الإيرانيين من عبوة إيرانية سوف توضع تحت سرير أحدهم. العبوة بالعبوة، هذا هو شعار الإيرانيين، ومتى تزرع هذه العبوة الله أعلم، الله وحده أعلى وأعلم. سيرجي شويغو كان في طهران، طبعا هذه زيارة مهمة للغاية، ليس للتشجيع على الحرب، البعض يقول لا للتخفيف من وطأة الحرب، هناك سلاح روسي يفترض أن يصل إلى إيران، إيران ربما لها عتب على الروس أنها أمدتهم بالمسيرات وقت اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، فبالتالي الآن جاء وقت سداد الدين من الروس، والبارجات الأمريكية تجوب شرق المتوسط طولا وعرضا، ومايكل كوريلا مع هيرسي هيليفي في تل أبيب. يعني الآن بدأت الأمور فعلا تقول أن طهران تتراجع، من خطاب حسن نصر الله أنه قال والله يعني طهران يكفي أنها جبهات الإسناد والكذا وهي ليست ملزمة بإشعال حرب، لكنها سترد على اغتيال إسماعيل هنية، سترد لكن ليست ملزمة بإشعال حرب. والسيد الرئيس قال لك يكفي وجوده، يكفي طلته البهية، يكفي طلة البهية، يكفي طلتك البهية سيد الرئيس، هكذا يفهم من كلام حسن نصر الله. بالنسبة للأسد يكفينا الطلة البهية، قال لك والله سوريا يكفي يعني جبهات إسناد وإشغال ودعم لوجستي ودعم فني، يعني أنه شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. والإيرانيون ليسوا ملزمين بإشعال حرب، لكنهم سوف يردون على اغتيال هنية، متى الله أعلم. الإيرانيون يأتيهم العالم ويذهب، والوزير الخارجية الأردني، الأمريكان يقولون أن بايدن أرسل هؤلاء العرب من ضمنهم الأردن لمحاولة ثني الإيرانيين عن شيء يريدونه، والإيرانيون لسان حالهم الرد آت لا محالة. لكن هناك شيء جديد في كلام الأشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو شيء يعني الحقيقة من المضحكات المبكيات. الرئيس الإيراني، ماذا يقول الرئيس الإيراني السيد مسعود بازشكيان؟ يقول طهران تحتفظ بحقها في الرد المناسب على الجرائم الإسرائيلية. هذه من أين أتيت بها؟ هذه تحتفظ بحقها في الرد المناسب، هو للأمانة النسخة الأصلية من هذه الجملة
يعني يحتفظ بالحق الرد في الزمان والمكان المناسبين لمعالي صاحب الطالة البهية سيد الرئيس. هنا تحوير للجملة، قال لك طهران تحتفظ بحقها في الرد المناسب، لم يأتي على ذكر الزمان والمكان المناسبين، قال لك لا الرد هو المناسب ليس الزمان ولا المكان. طيب جيد، هذه من علمك إياها سيادة الرئيس الإيراني؟ هذه شنشنات نعرفها من أخزم، نحن طوال هذه العقود الماضية ونحن نسمع هذه الجملة، نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، نحن آلهة الاحتفاظ بحق الرد. السيد الرئيس هو آلهة الاحتفاظ بحق الرد عند السوريين القدماء والحدثاء. هذه من علمك إياها؟ من أوحى لك بها؟ أوحي لك بها أم لم يوحى لك بها؟ قل، سيد الرئيس علمك إياها أم أنتم الذين علمتم السيد الرئيس هذه قصة الاحتفاظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين؟ شنشنة نعرفها من أخزم، هذه نحفظها عن ظهر قلب. هو أصلاً حسن نصر الله في خطابه وقصة أنه سوف يرد لأنه لا يريد أن يتحول إلى سوريا ثانية، شكراً سيد الرئيس، أصبحت سوريا سبة حتى لمحور الممانعة. نصر الله ملزم بالرد على قصة ضرب الضاحية الجنوبية لأنه لا يريد أن تصبح الضاحية الجنوبية مثل دمشق ملطشة للإسرائيليين، يضربون في الصبح والمساء وعند الغسق وعند الظهيرة. هو لا يريد حسن نصر الله أن تتحول الضاحية إلى ملطشة مثل دمشق. طهران يبدو تحولت إلى ملطشة، في طريقها أن تصبح ملطشة، لكن على الأقل الضاحية الجنوبية يعني كرامة للبيئة الحاضنة لأنها حصن حسن نصر الله الحصين، قال لك لا نريد أن تصبح مثل دمشق. طهران يبدو يعني في الطريق أن تصبح ملطشة أخرى. الآن تقول أن تحتفظ بحق الرد المناسب، الآن بعد رغبتكم في إزالة إسرائيل من الوجود في 7 دقائق و15 ثانية، خرج أحمد نجاد ذات يوم قال لك 6 دقائق و39 ثانية سوف سوف يزيلون إسرائيل من الوجود بعد هذه الدقائق والثواني الدقيقة. الآن تقول لي والله نحتفظ بحق الرد المناسب، متى هذا حق الرد؟ متى هذا حق الرد؟ زار الخيال فتى طالت صبابته على احتفاظ من الحراس والحفظة. زار الخيال فتى طالت صوابته على احتفاظ من الحراس والحفظة، فبت في ليلتي جذلا مبتهجا، ولذة الطيف تنسي لذة اليقظة. هذا هو الحال. هذا من حزب الأندلسي، حزب الأندلسي صاحب طوق الحمامة، من أجمل ما قيل ومن أجمل ما كتب في العربية هذا طوق الحمامة عن شؤون العشق والعشاق، عن العشق والهوى، ابن حزم الأندلسي القرطبي فقيه الأندلس صاحب مذهب الحزمية، كان له مذهب هذا الرجل، مذهب الحزمية والناس تتبعه. يعني الناس الآن السوريون وفي أعناقهم طوق الأسد، لا بأس من أن يقرأوا طوق الحمامة وشتان طبعا بين الطوقين. الرئيس الإيراني يحتفظ بالحق الرد المناسب، ربما من المبالغة القول أن طهران سوف تصبح ملطشة كدمشق يضربها الإسرائيليون جيئة وذهابا، ربما من المبالغة القول أن الإيرانيين سوف يصبح شأنهم شأن امرؤ القيس وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، ربما من المبالغة. طهران سوف ترد، هذا أمر مؤكد حتى اللحظة، وأقوى من هجوم نيسان، يعني حتى اللحظة هكذا البعض يؤكد، من غير المنطقي أن تتلقى الصفعة على الخد اليمين وعلى الخد اليسار، من غير المنطقي أبدا. قال لك بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل مقداد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الإيراني، بحثوا شؤون المنطقة وتصعيد الإسرائيلي، وأكد الوزير، طبعا يؤكد الوزير، لاحظ عزيزي المشاهد من الذي يؤكد يعني ومن الذي يؤكد له، بحث الوزيران، وهذا خبر ينشر على الإعلام الإيراني وعلى الإعلام السوري. القوم خائفون، حائرون، يترقبون طبعا، وفي دمشق القوم خائفون وحائرون، ولو أنه حسن نصر الله حيد بشار الأسد، وإيران حيدت بشار الأسد، وروسيا تريد من إيران أن تحيد بشار الأسد، يعني الرجل لابد أن يعني يكون مطمئنا نوعا ما إلى حد ما، لأنه يحيدونه، ما زال المحور حتى اللحظة يحيده، لكن لا ضمانات في المستقبل عن ماذا سوف يحدث.
ويبحث الوزيران قال لك شؤون التصعيد. أرى أني إذا ما الحرب قامت، أرى أني إذا ما الحرب قامت ورابط خلف ربات الحجالي. هذا هو السيد الرئيس، وربما يكون هذا هو حل الإيرانيين. أرى أني إذا ما الحرب قامت ورابط خلف ربات الحجالي، ولي عزم يشق الماء شقا ويكسر بيضتين على التوالي. وأنا في الهيجاء ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزالي. أنا لا أعرف من هذا الشعر، لكن يعني ربما هذا هو لسان حال السيد الرئيس لا شك، والقائد الخالد. أنا وأرى أني إذا ما الحرب قامت أرابط خلف ربات الحجالي. الأشقاء الإيرانيين سيصفون على اليمين كذلك بالدور، يرابطون خلف ربات الحجال. لم يكتفي حسن نصر الله باتهام المعارضة السورية بالعمالة، بل أغفل مهام نظام الأسد في المواجهة مع إسرائيل وتجاهل دور القوى اللبنانية صاحبة الأرض. متجاهلا دور لبنان ومغفلا مهام نظام الأسد في المواجهة ومتهما المعارضة السورية بالعمالة، يطل زعيم حزب الله حسن نصر الله بخطاب قديم متجدد ليبقي الأنظار شاخصة إلى الميدان. الله ودنا آتي قويا مؤثرا فاعلا، وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر الميدان. وما إن انتهى الرجل من رصف كلماته حتى انهالت التحليلات بين تأييد ودعم تارة، وبين ديباجة لا تسمن ولا تغني تارة أخرى، وفي الثانية اعتادت غالبية شعوب المنطقة كما يراها كثيرون، لكن الغموض ما زال قائما حول رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر، وعن احتمالية فصله عن الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية في طهران. بعد اغتيال الشهيد القائد سيد فؤاد، حزب الله أيضا يرى نفسه ملزما بالرد، وإيران سترد وحزب الله سيرد، والعدو ينتظر ويترقب. خبراء ومحللون يقولون إن ما كان يسمى بقواعد الاشتباك انتهى وصار من الماضي، الأمر الذي يفتح بابا آخر حول توسع نطاق الحرب في لبنان، لتبرز أسئلة كثيرة وتطرح على مسامع العالم حول دور القوى اللبنانية صاحبة الأرض، لا سيما وأن خطابات كهذه ربما تؤثر على وتيرة الحياة شبه المعطلة، لتزيد الطين بلة في ظل الأوضاع المتردية الأمنية منها والسياسية والاقتصادية أيضا. معنا من طرابلس في لبنان النائب السابق دكتور مصطفى علوش. دكتور مرحبا. مساء الخير. مرحبا. قرأت لك اليوم مقالا بدأته بشعر لزهير بن أبي سلمى، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. لماذا؟ الواقع هو أن قضية الحرب ليست لعبة، وليست ولا تخاض بالخطابات من وراء الشاشات العملاقة، بل هي وقائع وهي حسابات، وخاصة الحرب الحديثة. فعمليا في هذه المقالة أشرح بأن عمليا قواعد الاشتباك التي تريد إسرائيل وتنصح بالمحافظة عليها هي بالأساس غير متوازنة بالمرة. فبإمكان إسرائيل أن تطال القيادات بتفوقها الإلكتروني، وبسبب الأنظمة المهلهلة أن كان في سوريا أن كان في إيران، وبالتأكيد في منظومة حزب الله في لبنان المليئة بالجواسيس. فبالمقابل ليس بإمكان ولا بإمكانيات لا إيران ولا مجموعة الممانعة بأكملها أن تقوم باغتيالات انتقائية على المستوى ذاته، وليس لديها إلا أن ترد بضربات عشوائية قد تصل بعضها
وعندما تصل هذه الضربات فقد تطال مدنيين، وبذلك يكون أعطيت رخصة لإسرائيل للمزيد من الضربات. يعني عمليا القضية هي كما قلت لا تخاض الحروب خاصة في هذه الأيام، لا بالقوة السواعد ولا بالشجاعة ولا بالقدرة على الاستشهاد، بل بالتفوق الإلكتروني والتفوق المخابراتي. يعني أنت تطلب المستحيل دكتور، إسرائيل متفوقة ولا يمكن التفوق عليها، قد يقول قال بالتالي أنت تطلب من هؤلاء أن يقعدوا في بيوتهم. لا، ما أريد أن أقوله دائما وأردده بأن الحق الفلسطيني هو حق لا يمكن أن يزول بوجود 7 ملايين فلسطيني داخل فلسطين، ولكن إن دفعناهم إلى المحرقة وإلى مناطحة الصخر بدون أن يكون هناك رؤية استراتيجية لهذه المناطحة، فقط التضحية بالذات والتضحية بآلاف عشرات الآلاف وبالبيوت وبكل الآمال من دون أن يكون هناك رؤية استراتيجية غير المزيد من الشهداء، فهذا يعني بأننا نسعى إلى الدخول في المحرقة. لكن أن يكون هناك تضامن حقيقي ورؤية استراتيجية سياسية ونضالية حقيقية قادرة على المواجهة بشكل فعال فذلك أمر آخر، لكن بالتأكيد الأنظمة التي سميت بالممانعة منذ أيام حافظ الأسد إلى بعد ومن بعدها عندما دخلت إيران لتقود هذه المجموعة، كان هدفها فقط المسجلات الكلامية، رفع العقير بالكلام والتضحية بالمزيد من الشعب الفلسطيني. طيب في لبنان دكتور، سوف أتيك للشق الفلسطيني الآن، سمعت خطاب حسن نصر الله، لن يسمع هذا الخطاب الذي تردده، لن يسمع له الرجل، واضح جدا، والرجل ماض في خياراته، إلى أي حد يمكن أن يصل برأيك؟ حسن نصر الله يجب أن نتذكر بأنه عقائدي، هو مقتنع بأن شيئا ما سيأتي بالمهدي عليه السلام لينتصر في المعركة طالما أن الصمود هو الأساس. ولكن من الناحية السياسية فهو نزر نفسه لعقيدة ولاية الفقيه، وهو مقتنع بأن مد سلطة ولي الفقيه بغض النظر كانت على ركام سوريا والعراق ولبنان أو اليمن فهو أمر مقبول، وقد يأتي بالنهاية بتوافق حتى مع إسرائيل لكي يؤمن هذه السلطة ومع الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعتبر بأنه كلما ضحى أكثر بالبلد الذي يعيش فيه وأيضا بسوريا وأيضا بالعراق وأيضا باليمن فهو يمكن أن يحقق الحلم بمد سلطة الولي الفقيه على هذه المناطق، وهي التي تسمى الهلال الشيعي أو هلال الولي الفقيه. حدث هذا الأمر، تم الآن، تم الهلال تشكل يعني، وربما يصبح بدرا بعد قليل الآن، هل يمكن فعلا أن يرد برأيك حسن نصر الله بشكل منفصل عن بقية ما يسمى محور الممانعة، ثأرا لضرب الضاحية الجنوبية وثأرا لقتل هذا فؤاد شكر، أن يكون الرد قاسي على الإسرائيليين ومن ثم يرد الإسرائيليون ردا أقسى وتتدحرج الأمور بين لبنان وفلسطين المحتلة؟ نعم، الواقع بأن حزب الله وقع في مأزق منذ 7 من أكتوبر بعد طوفان الأقصى، وهو أنه مجبر على أن يقوم بحراك ما، ولكن بالوقت ذاته خائف من أن تتفلت الأمور وتذهب الأمور إلى حرب إقليمية تكون إيران طرفا فيها. ما يقوم به حسن نصر الله حتى بدمار لبنان فهو عمليا يريد أن يقول بأن إيران موجودة ويجب أن تكون على طاولة المفاوضات لتقسيم المنطقة، لتقسيم البلدان المريضة القائمة في المنطقة من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن، وعمليا بالتضحية بالمزيد وبالدمار بالمزيد وبالصمود بين هلالين فوق الركام وفوق جثث الضحايا، فهو يعتبر بأن العالم بالنهاية وبالأخص الغرب سيقبل بأن يعطي لإيران حصة بهذه المناطق التي دمرت. لذلك فهو يرى بأن الصمود والمزيد من التضحية بالتأكيد، وهو متمترس
وراء بيوت وراء أبنية وأجساد اللبنانيين هو الطريق لتحقيق هذا الهدف، حتى ولو كان هدفا يائسا. لكن التوقف عن القيام بأي شيء فيعني بأنه سيأتي من يسأله لما أنت مسلح ولما أنت باق على سلاحك ولما أنت تعدنا بالمن والسلوى، ولكنك بالحقيقة سكت حتى عن اغتيال أحد كبار قادتك. هو الآن بدأ يقال أنه في الإعلام الأمريكي أنه واشنطن عرضت على طهران من ضمن ما عرضت إذا ما لم تضرب إسرائيل اعترافا بالنفوذ الإقليمي في المنطقة، صفقة كاملة، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، تسليم. هو أريد أن أسأل، يعني هو هذا الأمر متحقق صحيح؟ يعني من يجادل في هذا الأمر؟ لا، لم يتحقق لأنه لم يحظى باعتراف دولي. يعني عمليا لو احتلت نصف الأرض وبقي هناك عدم وجود اعتراف دولي وتبادل اقتصادي، يعني ما يهم إيران بأنها تحصل على أسواق وأيضا أن تحصل على انفتاح للسوق العالمي لها، وهذا ما لم يحصل. تريد اعترافا دوليا بكل ذلك، وهذا أيضا لا يبدو أنه قريب، ممكن أن يكون قريبا. كونها تحتل هذه المناطق من خلال الميليشيات المذهبية، وكونها يعني تغامر وتحاور بشكل دموي من خلال هذه المناطق، لكنها الآن تنتظر أن يأتي من يقول لها نعم. لو حصلت إيران حقيقة على مفاوضات من خلال مفاوضات مع المعسكر الغربي ومع بالضبط مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتراف بنفوذها بشكل رسمي، لرأيتها مهرولة نحو ذلك، ورأيت حسن نصر الله يسكت بالكامل عن، لأن هدفه الأساسي قد تحقق، وهو أن تصبح، وهو ما قاله منذ أكثر من 30 سنة بأنه يريد أن يرى لبنان وسوريا والعراق جزء متكامل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لم يتحقق ذلك، لذلك قاب نرى قوسين بأن أو أدنى دكتور، قاب قوسين أو أدنى، أليس كذلك؟ لا أظن أن القضية بهذه البساطة. ربما تريد دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية أن تبقي المنطقة دائما في حرب مستمرة ودائما في صراع مستمر، ولن وتريد من إيران أن تقوم بدورها بإشعار هذه المنطقة بأنها دائما دائما على حافة الجحيم حتى لا تستقر، وحتى تبقى إسرائيل مسيطرة. يعني عمليا ما رأيته وما قلته عدة مرات بأن إيران من خلال اجتياحها للعراق، لبنان وسوريا واليمن تمكنت من إعطاء الفرصة لإسرائيل للتسيد بشكل عسكري، وأيضا لفتح الباب لهذه الدولة لتقيم علاقات مع دول لم تحلم أبدا بأن تقوم بعلاقات معها. الآن إذا أتاكم في لبنان سليمان فرنجية خلص ورسم حسن نصر الله حدودكم البحرية ومن ثم حدودكم البرية، انتهى الموضوع، أليس كذلك؟ لبنان في جيب حسن نصر الله، ماذا بقي؟ يعني يجب أن نتذكر بأن حتى سوريا وإن كان جزء منها بجيبة إيران ولكنها تتنافس أيضا مع الروس على هذا الموضوع، وما يشبه بالحاكم في سوريا هو عمليا غير قابض على أي شيء هناك. لذلك القضية هي لا تتعلق فقط بلبنان إلا إذا تم جرى اعتراف دولي كامل وبالأخص من الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يحدث بأن لبنان دكتور هكذا يتم الحديث الآن في الشق اللبناني أنه إذا لم تضرب طهران، طيب جيد، ماذا يريد حسن نصر الله؟ سليمان فرنجية رئيس فليكن رئيس، نرسم الحدود البحرية، نرسم الحدود البرية، وانتهى الموضوع، مطروح هكذا على نصر الله. هذا الكلام هو تمنيات، أما الطرح يجب أن يكون نصل إلى الخواتيم ونرى النتائج حتى نرى إن كان هذا الطرح حقيقيا. لكنه بالتأكيد تشيعه فرقة الممانعة من طهران لتقول بأنها ترفض حتى هذا الأمر لأنها ملتزمة بفلسطين وبغزة وبما هنالك، ولو طرح هذا الأمر جديا عليها لرأينا بأن الأمر تحقق في اليوم التالي.
طيب اللبنانيون أين أنتم اللبنانيون؟ أنت كنت يعني من السمع والبصر وما زلت دكتور مصطفى علوش، أمد الله في عمرك وصحتك، وقيادي في تيار المستقبل ومن الواجهات السنية المعروفة والشهيرة. أين أنتم؟ مثلا أبدأ بالسنة، أين أنتم السنة في لبنان؟ الجماعة الإسلامية الآن تحضر مجالس العزاء في عاشوراء بضيافة حسن نصر الله. نعم، الجماعة الإسلامية لم تكن بأي وقت من الأوقات لا في العالم العربي ولا في لبنان بالتأكيد تمثل إلا جزء ضئيل من المجتمع السني، وهي منظومة براغماتية سياسية قادرة على أن تتلون للمحافظة على وجودها، وهي يعني وضعت نفسها منذ حوالي سنتين تحت رعاية وعباءة حسن نصر الله والولي الفقيه لأسباب براغماتية تتعلق بالسلطة والمال والسلاح وغيرها. أما السنة في لبنان وبكل موضوعية وأسف فهي عمليا مع أنها لا تعترف ولا تقبل لا بمشروع ولاية الفقيه ولا بسلطة حسن نصر الله، ولكنها فقدت البوصلة منذ بضعة سنوات، وذلك بسببنا نحن، يعني نحن كتيار المستقبل أيضا بصعودنا ونزولنا وبقبولنا التسويات مع حسن نصر الله ومع قاتل رفيق الحريري. لماذا قبلتم؟ لا، هذا خطأ كبير. لماذا؟ تحت أي مبرر قبلتم؟ المبرر هو أولا أن العين لا تقاوم المخرز، وهذا كلام غير صحيح، فقد قاومنا هذا المخرز لسنوات طويلة وتمكننا من إحداث توازن على المستوى الديمقراطي والمستوى البرلماني، ولكن أيضا شهوة السلطة وفقدان بكل موضوعية الغطاء العربي جعل من هذه المجموعة منا كتيار مستقبل ومن القيادة السنية تستسلم بالكامل أو تحيد نفسها بالكامل. من الآن؟ أنتم السنة الآن في لبنان بلا قيادة دكتور، صحيح؟ صحيح، هذا الكلام صحيح. لست نادما على غياب القيادة، لأن للأسف قياداتنا وأنا كنت جزء منها على الأقل بين سنة 2017-16 وسنة 2022 كانت مستسلمة بالكامل لرعاية نبيه بري وبالتالي لرعاية حزب الله. الآن نحن في مرحلة عدم توازن وعدم وجود بوصلة سياسية، ولكن الأكثرية الساحقة من السنة في لبنان هم ضد مشروع حزب الله وضد مشروع ولاية الفقيه. دكتور اسمح لي، البعض يقول لك هناك يعني ملاحظتان في كلامك، اقبلهما مني إذا كانا صحيحتين. أنه أولا الجماعة الإسلامية لها أرضية، ليست تمثل جزءا محدودا من المجتمع السني اللبناني، ومسألة قوات الفجر هذه أخذت صدى واسعا. ثانيا، بناء على ما تقوم به الجماعة الإسلامية وقوات الفجر في طرابلس في معقل السنة في لبنان، وبعيدا عن قصة سرايا المقاومة وأسامة سعد وكل هؤلاء، لا، عن طريق تيارات إسلامية في قلب المدينة ربما يكون بعضها سلفي، حسن نصر الله يتمدد، الحزب يتمدد في طرابلس. نعم، هذا الكلام يمكن لأي شخص أن يقوله نظريا ويسمع الإشاعات بهذا الموضوع، أما من الناحية العملية فأنا أحيا في مدينة طرابلس، أعيش في طرابلس ولا أرى أي وجود ظاهر على الأقل. قد يكون هناك وجود سري ومجموعات سرية، وقد يكونوا قادرين بسبب غياب الخيارات الأخرى على اجتياح المدينة متى شاءوا كونهم منظمين، ولكن إذا أردنا أن نرى ما هو نسبة تمثيل الجماعة الإسلامية في لبنان نرى أنهم بأحسن ظروفهم أخذوا نائب أو نائبين وبأعداد لا غير مهمة وغير مؤثرة، وعمليا هناك حتى الآن خلافات داخل القيادات التاريخية لهذه الحركة على مسألة الخضوع والانضمام تحت لواء حسن نصر الله وفقد ماء الوجه والهوية. قوات الفجر موجودة ولكن عمليا تحت رعاية حزب الله، وكل العمليات التي قامت بها عمليا في الجنوب كانت بدفع وبنوع من الديكور طلبه حزب الله ليقول بأن السنة أيضا يقومون بعمليات من الجنوب.
إذن من بعد 2016-2017 وصولاً إلى اليوم تقول السنة برعاية نبيه بري وحسن نصر الله كطائفة سنية. نعم. بشكل واضح. نعم صحيح. نعم. إلى أين سوف يأخذونكم هؤلاء طيب؟ طبعاً يعني عملياً هناك حلم يريدون أن يحققوه، وهو بعد أن سقطت مقولة التحالف مع التيار الوطني الحر ومع ميشيل عون ومع جزء من المسيحيين، عادت نغمة قديمة هي نغمة الوحدة الإسلامية، وعمليا هي ذاتها التي بدأ بها مشروعه الخميني سنة 79، وهو أن يقود المسلمين بأجمعهم من خلال الإيحاء بأنه الخليفة الجديد أو الولي الفقيه الذي يجمع الجميع تحت راية واحدة، وأنه من خلال دخوله على الساحة باتجاه فلسطين بأنه سيأخذ عقل المسلمين بأجمعهم. هذا الكلام يعني إعاقته هي إعاقة بالنهاية عقائدية، لأنه لا يمكن للسنة بشكل عام أن يقبلوا بأسطورة ولاية الفقيه وإلى ما هنالك، لكن هذه مرحلة عدم توازن، وعمليا بالتأكيد هي مؤقتة. عدم توازن أم عدم وزن دكتور؟ عدم توازن أدى إلى عدم وزن بطبيعة الحال، عدم التوازن يؤدي إلى عدم إلى غياب الوزن، وبالنهاية هناك حاجة لتعود يعني الأمة الإسلامية، وأنا عندما أقول الأمة الإسلامية أرجع وأقول بأن الدول المؤثرة على المستوى السني لتعود وتضم اليد مع بعضها البعض لتعيد التوازن إلى الواقع القائم على الأرض. طيب، تقول انكشاف الغطاء العربي عن السنة في لبنان، قبل هذه انكشاف الغطاء العربي أو الآن أناقشها معك، تقصد السعودية، السعودية تخلت عنكم؟ لا أقول بأن أنا أقول الغطاء العربي، وعندما أقول الغطاء العربي أعني مصر، أعني الأردن، السعودية ذات الثقل، السعودية الإمارات، وعمليا هي على الأقل يقومون باجتهادات، ولكن هذه الاجتهادات أظن بأنها حتى الآن لم تصل إلى نتائج تعيد التوازن. لماذا فعلت السعودية مع الشيخ سعد الحريري ما فعلته؟ هل كسرت شوكة السنة في لبنان؟ لا، أنا أعتقد بأن القضية متعلقة بموقف الرئيس سعد الحريري وليس بالسعودية. هناك أمور كان من الممكن للرئيس سعد الحريري أن يقوم بها سنة 2016، وكانت ممكن أن تبقي التوازن على الأقل، ولكنه لم يقوم بها. أراك تحمل سعد الحريري كامل المسؤولية؟ لا أحمل كامل المسؤولية، أنا أقول بأن المسؤولية الأساسية كانت علينا نحن، وأنا عندما أقول أقوم بنقد ذاتي، لأنني أنا بقيت في تيار المستقبل إلى سنة 2022. ولماذا تركته؟ لأنه لا يمكن أن نترك ساحة المعركة ونهرب إلى الخارج بغض النظر عن سيقتلونه، سيقتلون سعد الحريري إذا عاد. يا سيدي، نحن بقينا في الساحة وقتل رفاق لنا، ورفيق الحريري قتل ولم يخرج من لبنان، ونحن ومحمد شطح قتل على باب بيت الوسط. إذا أردنا أن نقاوم وأن نقول نحن قوة سياسية فعلينا أن نبقى في الساحة. لماذا، قل لي الآن، لماذا الدروز حافظوا على يعني نواة صلبة في لبنان، المسيحيون كذلك نواة صلبة، الشيعة لديهم نواة صلبة في لبنان، وحدكم أنتم السنة هكذا، لماذا؟ لا أظن بأن أي طرف من الأطراف يمكن أن تقول عنه نواة صلبة بالكامل، فمن يضحي بالأغلب بالمجمل يا دكتور، بالمجمل يعني بالمجمل هناك التعصب بكل معنى الكلمة، هناك التعصب وهناك التسلح، كل هذه الأمور، التسلح والتعصب. وأنتم لماذا لستم متعصبين ومسلحين؟ لا أظن بأن تاريخ السنة على مدى 1400 سنة من وجودهم كان يدعو إلى التعصب، كان يؤمن بأن الأمة الإسلامية هي أمة إسلامية، ولا يمكن للتعصب أن يؤدي إلى حقيقة. التعصب وصفة الأقليات وليس في صفة الأكثريات التي تعتبر بأنها أمة.
طيب البعض يقول الآن تدفعون الثمن أنتم مهمشون وتقول عدم توازن وعدم وزن، بالتالي الآن حسن نصر الله يفعل ما يحلو له، صحيح؟ ليس فقط والسنة، ليس فقط السنة، والجميع في لبنان لا ينبس ببنت شفا. أنا لا شك بأن القيادة الرسمية السنية وعاني رئاسة الوزراء أصبحت بالكامل تحت سلطة الثنائي الشيعي، إن لم يكن حزب الله فتحت سلطة ماريا بري، وهذا عمليا أصبح بالتأكيد أمر واقع. لكن هذه القضية قناعتنا بأننا موجودون ولن نذهب إلى أي مكان، وفي النهاية لابد بأن الصمود والمواجهة بمرحلة من المراحل تعيد التوازن، ولا أظن بأن فرعون يمكنه أن يبقى فرعون إلى أبد الآبدين. علينا أن نحتفظ على الأقل بالحد الأدنى من المقاومة كما أفعله على الأقل أنا وبعض القيادات السنية. هذه حملة أنا لست سنيا ولست شيعيا أنا مسلم، حملة خلال الأيام الفائتة وانطلقت يعني وروج لها الكثيرون، هل يعني حسن نصر الله أو التيار الإيراني في لبنان غير قادر فعلا على استمالتكم، على استمالة المسلمين السنة تحت هذه الشعارات الوحدوية؟ وهناك مشايخ لبنانيين سنة يروجون لها الآن أصلا يعني. نعم، يعني بالمعاشات الشهرية وبالمدفوعات كيف كيف بالمعاشات الشهرية يا دكتور؟ يعني أنت تتهم الناس في ذممهم الآن؟ لا، ليست ذمم، إنها الحقيقة والواقع. عندما لا أظن بأن أي أحد يأتي إلى حزب الله، حتى محاسبي حزب الله يقبضون معاشات، يعني هناك معاشات تدفع لكثيرين، ربما هم مقتنعون، لا أدري، ولكن حتى يتمكنوا من الاستمرار واستمالة الناس في الوضع الصعب القائم الآن فهم بحاجة لدعم، وهذا ما يوفر الحزب الآن. ولماذا لا تقول أنهم بكل بساطة فعلا يعني الجماعة يريدون أن يقاوموا إسرائيل، وقصة سني وشيعي تفرق المسلمين، لكنك أنت متطرف يا دكتور، أما الجماعة يعني يريدون مقاتلة إسرائيل، والله دعونا ننبذ الطائفية والانقسام. نعم، كلام جميل، ولكن عمليا هذا التاريخ وهذه التجربة الطويلة أكدت بأن العدو الأول الذي نصبته إيران عقائديا وشعائريا وبالفعل كان سنة المنطقة. يعني تغيروا البعض يقول لك تغيروا. أن هناك واقع عقائدي، أنا لا أتكلم عن ممارسات، هناك واقع عقائدي. هل تراجع العقائديون عن أن السعر لدماء الحسين؟ وعندما يقولوا السعر لدماء الحسين فهم ينظرون دائما إلى الجار السني الذي يعتبرونه بأنه هو من قتل الحسين. إذا كان هذا الكلام صحيحا فليتراجعوا عن كل الشعارات التي يرددها حسن نصر الله ويرددها المنشدون في إيران وفي العراق وحتى في السيدة زينب. طيب دكتور، يعني أنت الآن في حرب بين حسن نصر الله والإسرائيليين، أنت مع من تصطف؟ أنا أعتبر بأن إسرائيل هي العدو الدائم والتاريخي لي، وواجبي أن أناضل لهزيمة الدولة اليهودية بأي طريقة من الطرق، ولكن قناعتي على مدى السنوات الماضية من خلال التجربة بأن مجموعة إيران من طهران وصولا إلى لبنان خدمت العدو الإسرائيلي على مختلف المستويات، وهلهلت وأضعفت ودمرت كل معالم المقاومة الممكنة للدول العربية من خلال ضرب الحراك لتحويل سوريا إلى دولة وطنية، ضرب لم تجبني دكتور، لم تجبني أنت. نعم. مع من تصطف الآن؟ هناك حرب بين إسرائيل وحزب الله، مع من أنا أعتبر الإثنان حليفان عمليا بشكل موضوعي. حليفان، وهذه الحرب والدماء والصواريخ من هنا وهناك، كيف حليفان؟ بطالما في التاريخ هناك وفي المنطقة أيضا هناك حلف، هناك أعداء يخدمون بعضهم، وحتى أثبت ما قلته، يعني لا حاجة للكثير من الشرح
عندما نرى ما قامت به إيران ومجموعاتها من حدود إيران وصولا إلى شاطئ المتوسط وصولا إلى البحر الأحمر، فنرى بأنها أكبر خدمة لإسرائيل. أنتم كسنة لبنان تشعرون الآن بالظلم كسنة العراق، قول سنة سوريا تبخروا يعني، لكن سنة العراق الآن يشعرون قلق بالظلم، يعني سنة لبنان على تشعرون فعلا أنكم كمكون مظلومون جدا أو الأكثر ظلما في لبنان الآن أنتم؟ بصراحة صديقي العزيز، بأنني أشعر بأن كل لبنان مظلوم، حتى الشيعة الذين يدفعون دما وشهداء لخدمة مشروع ولاية الفقيه، والمسيحيون أيضا والسنة أيضا. وعمليا لا أظن بأن من يدفع هذا الكم من الدمار والدماء يجب أن يعتبر نفسه غير مظلوم، بل هو مظلوم بالتأكيد. أوشك الوقت على النهاية، خلال الأيام القادمة دكتور ماذا سوف يحدث في جنوب لبنان؟ في لبنان عموما باعتقادك؟ أنا أعتقد بعد كل هذه الدباجات التي سمعتها من حسن نصر الله أن الحرب ستكون محدودة، وأن الرد سيكون محدودا، ولن يخرج عن قواعد الاشتباك، لأنه لا حسن نصر الله ولا إيران يريدان الدخول في معركة مفتوحة. دكتور مصطفى علوش القيادي السابق في تيار المستقبل والنائب البرلماني اللبناني السابق، شكرا جزيلا لك على صراحتك المعهودة، وأتمنى أن ألتقيك في قادمات الأيام، وكما قلت كما قال زهير بن أبي سلمى، وأن تبعثوها ذميمة تبعثوها ذميمة وتضرى إذا ضريتموها فتضرمي فتضرمي فتعرككم عرك اللحى بسفالها إلى آخره. يعني نسيت نسيت دكتور مصطفى علو، شكرا جزيلا لك. يا هلا في أمان الله.